double digit thousands. مرحبا بكم في قناتنا كينج موبيل. اليوم سوف أشارك معكم موضوع جديد ألا هو الحصول على إنترنت مجاني. أولا سوف نبدأ بهذا التطبيق روكت في بي إم الذي يعطيك كمية محدثة من الإنترنت 500 ميلي بايت في الشهر، كما تغلق استهلاكه 250 ميلي بايت تقريبا أي نصف. المهم وظيفته سهلة، تختار سيرفر، أنا اخترت الولايات المتحدة. تضغط على انطلاق ويجب أن تتوفر كمية قليلة من الإنترنت في البداية لكي يشتغل معك التطبيق. بعد عندما يستخدم التطبيق لن تستهلك بياناتك الخاصة وستستهلك بيانات هذا التطبيق، ولكن محدودة أي في حدود 250 ميلي بايت، على عكس التطبيق الثاني الذي سوف أريه لكم. أعطيك كما تريد من الإنترنت كما أنني أظنه مشهورا بينكم، ولكن المشكلة الوحيدة التي وجدتها معه أنه بطيء بعض الشيء، أي ليست لديه سرعة كبيرة. حسنا ننتقل الى التطبيق الثاني الذي هو انس. كما سنرى هذا التطبيق وظيفته سهله وليس صعبه كما يظن بعض الاشخاص. يجب عليك ان تختار سيرفر ليكون فيه كثير من الاشخاص. في العاده هذا السيرفر يشتغل معي تيجي 60، توافق على البنود التي يشترطون عليك، صفتنا موافق لا غير ذلك. المهم سوف تنتظر قليلا، عندما سوف يتم الاتصال سوف يخبرونك بذلك. كما قلت لكم هذا التطبيق يمنحكم ما تريدونه من الانترنت ولكن ببطء. المهم هو الانترنت مجاني. كما ترون لقد اشتغل معي التطبيق، والان لو كنت اتوفر على انترنت حقيقي لما كنت سوف استهلكه، لكن بما أن لدي واي فاي لم أجد ضرورة لتابعة هاتفي. المهم إذا أعجبك موضوعنا وقناتنا لا تنسى الضغط على زر لايك لهذا الفيديو والسبسكرايب، تجدونه في أسفل الفيديو. روابط جميع التطبيقات تجدونها أسفل الفيديو. ألقاكم في فيديو آخر، شكرا.